كسر الجدار، أهلا بكم. الشعب الفلسطيني ما زال يكتب بالدم والبارود ملحمته النضالية. يكسر الفلسطيني الجدار شعبيا وجغرافيا ويضيء الوهجة الثورية على كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر، من مدن الضفة الغربية والقدس وحتى يافا وعكا واللد وأم الفحم والجليل إلى غزة الصمود وحتى الشتات وكل بقعة فلسطينية. تحضر الإرادة الفلسطينية لتحطم جدار الوهم ونهج الأسرلة وكل المشاريع الإسرائيلية. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة، ولكن قبل أن نتحدث أو نخوض في غمار هذه الحلقة، الطارئ في هذا المشهد، الجديد في هذا المشهد، هو إعلان المجلس الوزاري المصغر داخل كيان الاحتلال المسمى كابينت، هو إعلان وقف إطلاق النار، وحيث يعني تم إبلاغ الفصائل الفلسطينية عبر المصريين بأن وقف إطلاق النار سيبدأ يوم غد الجمعة عند 2 فجرا. مشاهدينا الكرام، سنتحدث يعني عن مسألة وقف إطلاق النار وتداعياتها وماذا ستحمل الساعات المقبلة، ولكن دعونا نرحب في هذه الأثناء بضيوفنا الكرام من كفر كنا الكاتب السياسي حسن أمارة، ومن رام الله الصحفي أمير أبو عرام، ومن غزة الباحث في الشؤون السياسية أحمد جودي. أهلا بكم ضيوفي الكرام، ولكن دعونا نذهب إلى مراسلنا من قطاع غزة أحمد غانم حتى يضعنا في يعني مستجدات الوضع في قطاع غزة. كما تابعت أحمد، يعني هناك وقف لإطلاق النار سيبدأ عند 2 من فجر الجمعة، إذا كانت هناك أصداء جديدة، مواقف جديدة، وأيضا كيف يبدو المشهد الميداني في هذه الأثناء داخل القطاع؟ نعم مروان، يعني القصف الإسرائيلي لا يزال متواصلا على قطاع غزة رغم ما أعلن قبل قليل عن إعلان الكابينت وقف إطلاق النار أو سريان وقف إطلاق النار الساعة 2 طبعا من فجر يوم الجمعة. هذه الغارات استهدفت كالعادة مواقع أمنية ومنازل مدنية، والآن يجري عملية إخلاء أحد أهم الأبراج السكنية أو العمارات السكنية في منطقة محيط مسجد فلسطين، أبلغت بشكل رسمي، وبعد قليل سيتم استهدافها من الطائرات الحربية بعد اتصال المخابرات الإسرائيلية بسكان هذا المنزل، وسيتم تسويته بالأرض، علما بأن إسرائيل قامت عصر هذا اليوم بإطلاق 3 صواريخ على الطابق الأرضي لهذا المنزل. قصفت إسرائيل قبل قليل مقر أنصار الأمني، واستهدفت موقعا بالقرب من أبراج المقوس في منطقة النصر طبعا تحديدا إلى الشرق أو إلى الجنوب من قطاع من مدينة غزة، فضلا عن استمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة في مناطق متفرقة من قطاع غزة طالت أراض زراعية. هذا هو الوضع متوتر حتى هذه اللحظة، ويخشى من أن تواصل إسرائيل عملية استهداف المدنيين العزل يعني حتى موعد سريان إطلاق النار. وبكل تأكيد ينبغي أن نشير إلى أنه في جولات رد العدوان الماضية على قطاع غزة حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار كانت إسرائيل تطلق صواريخها وكانت تقصف وكانت تصب جام غضبها على الفلسطينيين عبر استهداف طبعا مناطق متفرقة من القطاع. طبعا هذا يعني يؤشر إلى أن إسرائيل تريد أن يكون لها اليد الطولة والضربة الأخيرة في هذا العدوان. في موازاة ذلك، المقاومة الفلسطينية حتى هذه اللحظة يعني حتى قبل قليل يعني قبل 10 دقائق أطلقت المقاومة رشقات صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية وتحديدا عسقلان المحتلة. أيضا أطلقت المقاومة عدة صواريخ على منطقة ياد مردخاي ونتيف هايسرا في المستوطنات المحاذية لغلاف غزة من ناحية الشمال. أيضا أدكت بقذائف الهاون معبر بيت حانون أو نقطة معبر بيت حانون إيرز، وأيضا مستوطنات ياد مردخاي وشاعر هنيجب وسدود هنيجب وغيرها من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة. ينبغي أن أؤشر أيضا إلى أن ساعة البهاء دقت الساعة 9 وأطلقت سرايا القدس ويعني غيرها من فصائل المقاومة رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة. طبعا ما يجري الحديث عنه في وسائل الإعلام حسب ما تأكد للميادين من مصادر بأن الجانب المصري أبلغ الفصائل الفلسطينية رسميا بوقف إطلاق النار يسري الساعة 2 فجر يوم الجمعة. وطبعا المصادر أبلغت الميادين بأنه غدا
الوفد المصري سيصل إلى قطاع غزة لاستكمال بحث ما يمكن أو بحث النقاط الخلافية مع الفصائل الفلسطينية وبحث اتفاق بقية التفاصيل حول اتفاق وقف إطلاق النار. الفصائل الفلسطينية أكدت بأن ذهاب إسرائيل نحو وقف إطلاق النار هو هروب وهو انتصار للمقاومة الفلسطينية التي أثبتت نجاعتها وأثبتت قوتها في هذه الجولة من العدوان، حيث قصفت كل المستوطنات الإسرائيلية حتى تل أبيب كانت تحت ضربات المقاومة لفترة طويلة. ويعني على اعتبار بأن إسرائيل هي من ركضت إلى هذه التأدية والمقاومة لم تستجدي على الإطلاق أي جهود لوقف إطلاق النار، حتى اللحظات الأخيرة ما تزال المقاومة الفلسطينية تطلق رشقاتها الصاروخية. نعم. عبد اللطيف القنوع الناطق باسم حركة حماس قال بأن المقاومة ستواصل حتى الدقيقة الأخيرة من إعلان وقف إطلاق النار عملية. نعم. الرد على أي عدوان إسرائيلي يستهدف قطاع غزة. نعم مروان. تماما أحمد، وسنكون معك أحمد في إطار هذه التغطية المفتوحة لمتابعة آخر التطورات في الميدان. أحمد غانم مراسل الميادين، نذهب إلى الجليل إلى ضيفي من هناك الكاتب السياسي حسن أمارة. ويعني أستاذ حسن، استمعت إلى ما تفضل به المراسل، أيضا الكابينت يعلن وقف إطلاق النار، يعني هو الذي أعلن عمليا، على ماذا يدل ذلك؟ ولكن يعني رغم إعلان وقف إطلاق النار نذكر بأنه ما زال العدوان متواصل على قطاع غزة وما زالت المقاومة تصد وترد على الاعتداءات الإسرائيلية. طبيعة الحال إسرائيل خلال العدوان الأخير كان هناك أزمة داخلية، أن الجمهور الإسرائيلي لم يستطع تحمل الضربات المستمرة التي النوعية، نستطيع أن نقول أنها النوعية في الوصول إلى القدس وإلى تل أبيب، وأن المقاومة عمليا حددت البداية وأيضا حددت النهاية، حددت الساعات متى سنضرب، وقالت أننا إذا استمريتم بالعدوان على الأقصى وعلى الشيخ جراح سنقصف في القدس الساعة السادسة، وتم القصف في الوقت المحدد. وأيضا حددت نقطة ثانية، القصف إلى تل أبيب الساعة العاشرة أو الساعة الثانية عشرة، وفعلا هي حددت وعدت ونفذت. هذا الأمر جعل هناك خربطة كاملة داخل الكيان، داخل الجمهور الإسرائيلي. من هم الذين يقابلونه؟ نحن عملنا ضدهم جولات وجولات وجولات. صحيح. كل جولة سيد أمارة، هذه الجولة كان لها وقع خطير ووقع كبير على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، كان لها وقع جدا 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 شديد عليهم، لم يستطيعوا تحمل الضربات، وخصوصا العامل النفسي، أنهم يقولون لهم سنضربكم الساعة السادسة يضربون الساعة السادسة. هذا كان له وقع وأثر كثير كبير جدا بداخل نفسية المواطنين داخل الدولة. وأيضا أنهم المعلومات التي تصل للجمهور الإسرائيلي هي معلومات فقط من الإعلام الإسرائيلي، بينما نحن نرى الإعلام الثاني، الإعلام العربي في الميادين وغيرها، وأيضا الإعلام العالمي، فتتكون لدينا صورة أوضح تماما. والجدير بالذكر أيضا سيد أمارة، أنه كان هناك يعني وفق ما ذكر كان هناك ثقة بما يتحدث به الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة أكثر من الإعلام الإسرائيلي. هذا بالضبط ما حصل، كما حصل بعدوان تموز 2006. الجمهور الإسرائيلي أصبح لديه ثقة بكلام أبو عبيدة أو بكلام المقاومة أكثر من الثقة. نعم. بالإعلام تبعه. تمام. هذه النقطة كانت عمليا المفصل في أنه الكابينيت الإسرائيلي اليوم موافق على إطلاق النار. بالبارحة بالأمس عمليا كان يقول نريد بعض الوقت. نعم. نحن لدينا بنك معلومات، نريد أن نكمل المهمة، سنقضي عليهم إلى آخره. ولكن تتفاجأ اليوم أنه اجتماع في الساعة السابعة، اجتماع طويل، ولكن بالآخر يوافقون على وقت إطلاق النار بالوقت الذي تريده المقاومة عمليا المقاومة حددت البداية وحددت النهاية، وهذا تغير استراتيجي جدا مهم مختلف بالمرة عن كل الجولات السابقة. تماما. هذا وعليه سيبنى طبعا الكثير من الأمور تماما. أيضا هناك طب.
نعم، نتوقف عند هذه النقطة سيد حسن أمارة. دعونا ننتقل إلى العاصمة السورية دمشق. انضم إلينا من هناك نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد. لواء أبو أحمد، بعد التحية لحضرتكم، ماذا عن وقف إطلاق النار؟ ما الذي تبلغتموه من الجانب المصري، وإن كانت هناك أي معطيات حول الشروط؟ نعم، نحن تم تبليغنا بشكل رسمي من الإخوة المصريين بأن هناك اتفاق على وقف إطلاق نار متزامن ومتبادل يبدأ الساعة 2 بعد منتصف الليلة. ونحن قلنا من حيث المبدأ يعني ليس هناك مشكلة، ولكن نريد أن نعرف التفاصيل، لأنه قد يزور غدا وفد من الإخوة المصريين غزة أو بعد غد، لأن هناك في تفاصيل يجب أن تبحث مع فصائل المقاومة كلها. وأنا بعتقد أنه يعني في اتفاق وهناك تفاصيل، لكن لم يطلعونا على التفاصيل، وعدونا أن يطلعونا على التفاصيل غدا. هل هذا سيكون يعني تماما لواء أبو أحمد، هل هذا يعني سيبحث في الاجتماع الذي يعقد الوفد المصري مع الفصائل في غزة؟ نعم نعم نعم، الآن هذا التبليغ رسمي، ولكن استكمالا للتفاصيل سيتم ذلك غدا أو بعد غد بزيارة وفد مصري بغزة، وبالتشاور مع كل الفصائل سواء كان في غزة أو خارج غزة، لأن كلنا متفقين أنه يجب أن يدفع العدو ثمن جرائمه، خاصة ونحن لنا رأي طرحناه ونطرحه باستمرار، لكن شعبنا الآن يستحق فعلا أن يسجل له انتصار، وانتصار عظيم الذي فرض على العدو وقت إطلاق النار. لكن نحن قلنا أنه يجب أن يكون هناك مستتبعات لهذا الموضوع، أهمها يعني وقف الحصار عن عن غزة حتى نستعيد غزة تماما نستعيد غزة بكل إمكانياتها وطاقاتها، ونعمر غزة إلى آخره إلى آخره. التفاصيل تعرفها تماما. نعم، أيضا يعني حركة حماس صحيح، يعني السيد أسامة حمدان، وأيضا هناك عدد من قادة حماس أكدوا، كان معنا في الميادين السيد أسامة حمدان أكد أنه حصل على الحركة حصلت على ضمانات من المصريين بشروطها المتعلقة في الوضع في القدس وفي الشيخ جراح والمسجد الأقصى وباقي الشروط عمليا لواء أبو أحمد. وحكى معي برضو الإخوة يعني قيادة حركة حماس بدون التسميات من قطر، وأكدوا أن لديهم بعض التفاصيل سيزودون بها، وخلال هذه الليلة أو غدا صباحا يكون لدينا أيضا تفاصيل من الإخوة المصريين ومن الإخوة في حركة حماس على ضوء الاتصالات المستمرة بينهم وبين الأطراف المختلفة، ونحن نتابع، وأي جديد الحقيقة نبلغ في وسائل الإعلام وفي المقدمة الميادين، لأنها هذه للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية في كل الحالات وفي كل الظروف. أسألك لك يعني أخ أبو أحمد، لواء أبو أحمد فؤاد، ما الذي أنت تقرأ الآن خلال الساعات المقبلة بناء على التجارب السابقة؟ يعني العدو سيحاول خلال الساعات القليلة القادمة سيحاول أن يقوم بعملية اغتيال، سيحاول أن يدمر المزيد، سيحاول أن يكسب يعني سمعة عسكرية إلى آخره. هذا دائما معروف عندنا، لأنه في الآن بحدود يعني 3 أو 4 ساعات يحاول أن يسجل شيء حتى يقدمه للجهات المتناقضة في ساحة العدو وبين المستوطنين إلى آخره. ما زال قادة الاحتلال يبحثون عن إنجازات، يعني ما زال قادة الاحتلال حتى هذه الساعة يبحثون عن على أي إنجاز أمام الرأي العام داخل كيان الاحتلال؟ نعم نعم، أنا لا أستبعد، لأن العدو يريد أن يقول أنني أنا من ضربت آخر ضربة، وأنا من أوقع خسائر في آخر لحظة في صفوف المقاومة، سواء كان على مستوى الاغتيال أو على مستوى التدمير أو على مستوى حتى لو شيء شكلي يعني يعتبر أنه حقق من خلاله إنجاز إلى آخره. هذول الساعتين 3 فيهم صعوبات حقيقية، ولكن بالمقابل كل فصائل المقاومة متنبهة والأصبع حزينات، وحدة بوحدة وربما وحدة بعشرة،
لذلك الوضع يعني مطمئن، ولن يستطيع العدو أن يحقق أي هدف من أهدافه ليسوق نفسه سواء نتنياهو أو غيره في بين المستوطنين لتحقيق مكاسب شخصية أيضا. نعم، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد، شكرا لك على هذه المعطيات. ننتقل إلى رام الله الصحفي أمير أبو عرام. يعني سيد أمير، بعد التحية لك من جديد، كيف تتابعون مسألة وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه سلطات الاحتلال، وأيضا ما المتوقع بتقديرك؟ نعم، يعني بينما أنا هنا الآن أتابع وكنت أتابع قبل لحظات بعض الردود الإسرائيلية وما الذي يأتي على الإعلام وما الذي يقال على الإعلام الإسرائيلي، وهذا صراحة منذ يوم أمس عندما بدأ الحديث عن إطلاق النار هم يتحدثون عن هزيمة لنتنياهو وانتصار للمقاومة الفلسطينية. هذا فعلا أنا أعتقد كان شعار المقاومة منذ البداية، إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا، والمقاومة تمكنت بداية من تحقيق ما أرادته عندما بدأت هذه الجولة بتوقيتها. الهدف كان منع اقتحام 28 من رمضان للمسجد الأقصى ومنع مسيرة الأعلام داخل مدينة القدس ومنع ما سيحدث من تهجير في حي الشيخ جراح. الاحتلال فعلا الشبان بداية بنفس المقاومة تمكنوا من منع اقتحام الأقصى صباح 28 من رمضان، من ثم المقاومة أوقفت المسيرة التي كانت تجوب شوارع القدس، مسيرة الأعلام، الساعة 6 عندما أطلقت صواريخها نحو مدينة القدس المحتلة، ومن ثم اضطر الاحتلال الصهيوني لتأجيل محاكمه فيما يخص الشيخ جراح. وبالتالي اليوم عندما نتحدث عن وقف لإطلاق النار من طرف واحد، هذا واضح جدا. نعم. هروب نتنياهو من الموقف، هو خسر ماديا عندما قصفت تل أبيب وعسقلان وأسدود، وعندما دك غلاف غزة بكل الصواريخ، ومن ثم جاءت بعض الصواريخ التي جاءت من لبنان، وأيضا هي عكست المعادلة بالنسبة للاحتلال وتحولت المعادلة بشكل كبير عندما دخلت جبهة جديدة على. نعم سيد أمير. تمام، دعنا نذهب إلى غزة إلى ضيفي من هناك الباحث في الشؤون السياسية أستاذ أحمد جودة. أستاذ أحمد، يعني ما بعد وقف إطلاق النار المتزامن والمتبادل والذي يعني أعلنت عنه سلطات الاحتلال وأيضا تبلغت به الفصائل الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية من الجانب المصري، الآن وأنت في غزة، ما الذي ترصده في هذه الأثناء؟ ما الذي تتوقعونه أيضا؟ في البداية بحب أوجه التحية لجماهير شعبنا المناضل في كل مكان، في القطاع غزة، في الضفة الغربية، في الداخل المحتل، في الشتات. بوجه التحية كمان إلى كل أحرار العالم اللي تضامنوا مع قضيتنا ومع انتفاضتنا في وجه هذا، في وجه آخر احتلال على وجه الأرض. الوضع في غزة الآن يعني تقريبا وأنا بتحدث معكم في استهدافات من قبل طائرات الاحتلال. يعني في الآخر في البداية بدنا نرجع لأصل المشكلة اللي هي إيش، ليش حدثت هذه المنازلة أو هذه الجولة من قبل المقاومة الفلسطينية ومن قبل جيش الاحتلال. في البداية إحنا عندنا قضية سياسية مهمة اللي هي قضية القدس، الذي تعتبر بالنسبة لنا كشعب فلسطيني تعتبر الصاعق الذي يضمن لنا بقاؤنا، الذي يضمن لنا وجودنا على هذه الأرض وصمودنا. القدس صار فيها، حدث فيها انتهاكات، حدث في الشيخ جراح، صحيح، تهجير قسري وعملية تطهير عرقي لأهلنا في الشيخ جراح. هذا الأمر تداعت له جميع جماهير شعبنا، صحيح، في الضفة وفي، يعني هو ما جرى في القدس وما جرى في الشيخ جراح وكان العنوان عمليا لهذه المعركة. أحسن بالضبط. فهذه اللوحة البطولية التي سطرها شعبنا في جميع الجبهات وعلى في جميع المناطق بالنسبة للإسرائيلي أصبح يعني
حدثت كابوس، أحدثت كابوس بالنسبة للعقل الإسرائيلي الذي حاول تقسيم هذه الجبهات، إغراق قطاع غزة في حصاره وفي متطلباته الحياتية وإبعاده عن الشأن السياسي أو عن القضايا الوطنية، كما حاول تقسيم الضفة الغربية وإغراقها بالاستيطان، كما حاول أنه فرض معركة السيادة في القدس، وكما حاول محاولة تدجين لأهلنا في الداخل. فاللوحة التي رسمها شعبنا في جميع المناطق تماماً. بصراحة كانت لوحة مرعبة للكيان الإسرائيلي، أنه بعد 73 عام استطاع هذا المارد أن ينتفض من جديد رغم جميع المحاولات التي حاول فيها أن يكسر أو أن يشتت جهود شعبنا في محاولة. يعني كل المشاريع الإسرائيلية عمليا كسرت الآن، تحطمت الآن دعنا نقول سيد أحمد. أيضا يعني نريد أن نتحدث في نقطة مهمة، أنه في هذه الجولة أيضا يعني كان السيد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس قد تحدث للميادين بأن المقاومة ثبتت انتصار ومعادلة جديدة، وأكد أنه حصلنا على ضمانات بشأن رفع يد الاحتلال يعني عن الشيخ جراح والمسجد الأقصى. اليوم هذا النصر، يعني ما الذي نقول أو كيف نقرأ في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء؟ صديقي، بالنسبة لمعادلة أي شعب تحت احتلال، طالما أنه لم يرفع الراية البيضاء، طالما أن مقاومته لم ترفع الراية البيضاء، فهو منتصر حتما. وطالما أن العدو أو أن الاحتلال لم يحقق أهدافه، فهو بالطبع مهزوم. وهذه هو الذي اتبع نتنياهو. نتنياهو حاول التهرب من الاستحقاقات اللي هي احنا بدنا يعني ما عملنا حرب أو ما دخلنا في جولة مع العدو من أجل إعادة الإعمار. هذا إعادة الإعمار لازم يكون أمر مفروغ منه. لا، إحنا دخلنا بسبب معركة سياسية، بسبب معركة وطنية، أهدافنا بدنا نحققها في هذا الجانب. بالنسبة للإسرائيلي حاول التهرب من الاستحقاقات الوطنية، الاستحقاقات السياسية التي عليه أن يدفعها بوقف إطلاق نار من أحاد الجانب. هذا الوقف لإطلاق النار هو اعتبار أنه هزيمة، طالما أنه لم يحقق أهدافه، طالما أنه لم يكسر الشعب الفلسطيني. صحيح، ونذكر أنه عند الساعة الثانية تماما فجر الجمعة سيكون هناك وقف إطلاق نار متزامن. دعني سيد جودة أعود إلى ضيفي من الجليل حسن أمارة الكاتب السياسي. سيد حسن، يعني ما بعد وقف إطلاق النار، ويعني ما الذي تتوقعونه من سلطات الاحتلال في الداخل المحتل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، خاصة أن وسائل الإعلام العبري تحدثت عن اعتقال 1200 فلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48؟ طبعا يعني نتوقع حملات اعتقال إضافية. تعودنا في كل هبة وكل محاولات نضال ومحطة كفاح لشعبنا بالداخل بتضامن في عملية في وحدة المصير مع قضايا شعبنا بالقدس والأقصى والشيخ جراح وغزة والآخره، أن تقوم بعد أن تهدأ الأمور قليلا تبدأ عمليات القمع وعمليات المضايقة وعمليات الاعتداءات في أماكن العمل في الميزانيات إلى آخره. ولكن هذا الأمر يتطلب نحن منا ماذا نفعل. ليس ماذا نتوقع. وهذا ما كنت سآتي عليه. أوكي. وعمليا ما نتوقعه من المحتل عمليا أن يستمر بعمل ما كان يعمله دائما، عمليات ترهيب وقمع وعمليات اعتقالات وعمليات تضييقات مختلفة في كل مجالات الحياة، في أماكن العمل، في بالتحريض الإعلامي. لا ننسى التحريض الإعلامي. خلال الفترة السابقة كان تحريض إعلامي ممنهج ومدروس خطير جدا لم يكن بالمرات السابقة. حتى كانوا يعطونا رخص للمستوطنين أن يعتدوا علينا ولقتلنا، كما حدث مع الشهيد حسونة في الليل. عمليا ما نتوقعه هو مزيد من القمع، مزيد من التضييقات علينا. ولكن هذا الأمر متوقع. اليوم القوى السياسية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 أمام الكثير من الاستحقاقات. إذن سيد أمارة، للأسف الشديد الذهنية التي تعمل فيها القوى السياسية المشاركة بالانتخابات الكنيسة، أتحدث عن القوى السياسية الوطنية، أنا أتحدث عن الوطنيين سيد الكريم. الوطنيين بطبيعة الحال هناك حركة كفاح وهناك أبناء البلد وهم حاضرين في الميدان في مواجهة طبعاً سلطات طبعاً الاحتلال. طبعاً
ما يقوم فيها ابناء الحركه الوطنيه هم جاهزون دائما لمواصله الكفاح والنضال، ولكن نحن ننظر الى المشهد العام. المشهد العام بالداخل يتطلب منا ان حاليا ان نضع مبادرات جديده، مبادرات تسبق الحاله القمعيه الاسرائيليه، ونكون مستعدين لها، نكون مستعدين لها من خلال تنظيم انفسنا اننا جزء لا يتجزا من الكيان الفلسطيني، وان القضيه الفلسطينيه وقضيه القدس هي القضيه المركزيه لدينا. هذا الامر يضع في افكارنا، في افعالنا المستقبليه، اننا مقبلون على مواجهه وليس مقبلين على رحله شهر عسل كما يقولون. يعني بالتاكيد وكل هذا الجهد الوطني الذي تابعناه يعني خلال الساعات او خلال الايام الماضيه سيبنى عليه، ويعني سيكون له ما بعده. بالضبط، هذا ما كنت اقوله، اننا يجب ان نبني على الوعي الذي تبلور خلال الفتره السابقه للمرحله القادمه. المرحله القادمه تتطلب منا اكثر تنظيم واكثر وحده واكثر تحديد البوصله. بوصلتنا هي اننا جزء من القضيه الفلسطينيه، لا يمكن ان نقبل بالمستقبل المقسم داخل وضفه وغزه. نحن الكل الفلسطيني، صحيح. يجب ان يتشارك الكل الفلسطيني لمواجهه الممارسات الاسرائيليه. طب. التي ستكون جدا قاسيه. يعني تماما، دعني انتقل تماما دعني انتقل الى رام الله والزميل الصحفي امير ابو عرام. يعني سيد امير، ايضا لانه يعني الضفه ايضا هي عنوان من عناوين الصراع في فلسطين المحتله من نهرها الى بحرها او من بحرها الى نهرها. اليوم ماذا عن تظاهرات الفجر العظيم التي تم الدعوات اليها يوم غد الجمعه؟ هذه الخطوه ايضا الى ماذا ستؤسس في طبيعه الاشتباك ومواجهه الاحتلال؟ نعم، يعني ما رأيناه خلال الأيام الماضية في الضفة الغربية لم نره منذ سنوات عديدة. منذ 15 عاما يتم العمل على تدجين الضفة الغربية ووضعها تحت خيار السلام والسلام الاقتصادي. اليوم الشعب مرة واحدة تمكن من النهوض، فاجأ من عمل على تدجينه طوال هذه الأعوام. الضفة الغربية انتفضت بشكل حقيقي، شاهدنا عشرات الآلاف يجوبون شوارع المدن ويخرجون إلى نقاط التماس. رأينا الجيل الجديد الذي روهنا بأنه سينسى هذه القضية، وخلال 15 عاما تم محاولة تحييده تماما عن قضيته في الضفة الغربية. شاهدناه يتقدم نقاط المواجهة ويواجه الاحتلال. اليوم مطلوب فلسطينيا، وكما كان يتحدث ضيفكم من كفر كنا، مطلوب فلسطينيا أن نتجاوز أوسلو. الشعب الفلسطيني بعدما حقق هذه الأيام وفي الأيام الماضية بعد هذا الإنجاز العظيم من التوحد تحت خيار المقاومة، اليوم الشعب الفلسطيني يستحق قيادة تقوده تحت خيار المقاومة. منظمة التحرير الفلسطينية اليوم كنا نتحدث سابقا عن إعادة تشكيلها، اليوم يجب إعادة بنائها تماما من الصفر لتشكل ولتمثل الفلسطيني في الخارج، في المخيمات، في الداخل المحتل، داخل أراضي 48، الضفة وغزة والقدس، أن يمثلها تحت خيار المقاومة، الخيار الوحيد الذي توحد تحت ظله الشعب الفلسطيني. ما رأيناه خلال الأيام الماضية من وحدة حال على جميع التراب الفلسطيني وشيء لم نرى، ولم تتمكن أوسلو أبدا من تحقيقه ولا بأي شكل من الأشكال. ولكن اليوم هذه المقاومة تمكنت من توحيد الشعب الفلسطيني. الفلسطيني شعر بما لم يشعر به أبدا خلال عقود طويلة، وبالتالي هذا الفلسطيني يستحق حالة سياسية جديدة بعيدة تماما عن أوسلو ومنظري أوسلو. ما سيحدث في الضفة الغربية والدعوات التي كنت قد سألت الفجر العظيم عنها. نعم الفجر العظيم، نعم الفجر العظيم غدا هو يوم مرتقب في الضفة الغربية. البعض بدأ يروج بأنه يمكن أن تقل حدة المواجهة غدا بعد يعني قرار وقف إطلاق النار، ولكن هذا لا يجب أن يحدث في حال نظرنا إلى أن نعم تماما. دعني عذرا على المقاطعة سيد أمير، دعنا ننتقل لمتابعة هذا التصريح للناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة يعني على الهواء مباشرة. الكبيرة العظيمة خضنا في المقاومة الفلسطينية معركة سيف القدس بقوة الله وعونه وتوفيقه،
دفاعا عن مصرى نبينا وقبلة المسلمين الأولى في نذير واضح جلي على قرب زوال الكيان الوهمي المحتل الغاصب. خضنا ونخوض هذه المعركة بكل شرف وإرادة واقتدار بمعية الله تعالى، نيابة عن أمة بأكملها شاهدت وتشاهد مصرى نبيها وقدسها العظيم يدنس من شذاذ الآفاق وحثالة البشرية. وما كان لنا أن نتخلف عن نصرة القدس والأقصى، وما ينبغي لنا أن نراكم من قوتنا ونمتلك سلاحنا ثم لا ندافع به عن درة وطننا وعاصمتنا المقدسة، ونستجيب الاستغاثة وصرخات أهلنا وشعبنا المقهور المظلوم الشيخ جراح وغيرها من مدننا وقرانا المحتلة. لقد تمكنا بعون الله من إذلال العدو وكيانه الهش وجيشه الهمجي، وشاهد كل العالم حجم الخزي والعار لهذا الكيان الذي تتبجح قيادته بقصفها الأبراج السكنية والمنشآت المدنية، وتتفاخر بقتل الأطفال والنساء كأهداف مشروعة وإنجازات عظيمة. إن هذا العدو كغيره من الغزاة لا يفهمون لغة الشعوب التواقة للحرية، ولا يستخلصون العبر من تاريخهم الأسود المليء بالمجازر التي لم تفت يوما في عضد شعبنا، ولم توقف مد مقاومتنا، ولم تخرس طوط بنادقنا وراجماتنا. لقد أعددنا أنفسنا بفضل الله جيدا لهذه المعركة، ولا زال لدينا المزيد والمزيد بإذن الله مما سيسوء وجوه الغاصبين الصهاينة إذا تجرأوا على شعبنا وأهلنا ومقدساتنا. إننا إزاء ما بات معروفا من عرض الوسطاء لوقف إطلاق النار، فإننا نقول وبشكل واضح وجلي بأننا كنا قد أعددنا ضربة صاروخية كبيرة تغطي فلسطين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وتدك معاقل العدو من حيفا شمالا إلى مطار رامون جنوبا، ولكننا استجبنا لتدخل الوساطات العربية في إطار وقف إطلاق النار، وعلقنا هذه الضربة الصاروخية لنرقب سلوك العدو حتى الساعة الثانية من فجر الجمعة. وإن انطلاق هذه الضربة ووضعها حيز التنفيذ يحدده مدى التزام العدو بوقف تام لعدوانه حتى الثانية فجرا، وقيادة الاحتلال أمام اختبار هام وحقيقي خلال هذه الساعات، وقرار توجيه هذه الضربة سيبقى على الطاولة حتى الثانية فجرا بعون الله تعالى. تحية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة، وإلى شعبنا المرابط في الضفة المحتلة وفي عاصمتنا المقدسة، وتحية للشيخ جراح وللمرابطين في القدس والأقصى. وستظل المقاومة بكل فصائلها وغرفتها المشتركة ورجالها سيف القدس وجرعها وعلى عهد الشهداء والأسرى والجرحى بإذن الله. والله أكبر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. إذن مشاهدينا الكرام، يعني تابعنا هذا التصريح وهذه الكلمة للناطق العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، الذي يعني قال بأنه خضنا المعركة بكل إرادة، المقاومة خاضت المعركة بكل إرادة نيابة عن الأمة، نيابة عن العالم الذي شاهد مثلا النبي العظيم يدنس من الاحتلال. أكد أبو عبيدة بأن المقاومة وحركة حماس لن تتخلف عن نصر القدس والأقصى، ويعني تحدث كيف أذلت المقاومة هذا العدو وشاهد العالم بأسره الجيش المهزوم. وأيضا يعني كان هناك تصريح مهم لأبو عبيدة، حيث أكد بأن المقاومة حركة حماس جهزت لضربة كبيرة تغطي فلسطين المحتلة من حيفا شمالا وحتى رامون جنوبا، إلى أن كتائب القسام علقت هذه الضربة بعد بعض الاتصالات وعلقتها حتى الثانية فجرا، وهذا يحدد مدى التزام العدو بوقف إطلاق النار. أبو عبيدة أكد
أكد بأنه يعني قرار هذه الضربة الصاروخية الكبيرة من حيفا شمالا وحتى رامون جنوبا هي على طاولة القرار في هذه الأثناء، وهذا يحدد مدى التزام العدو بوقف إطلاق النار أو بالاعتداء يعني أو بتنفيذ أي اعتداء على قطاع غزة. دعونا نذهب إلى قطاع غزة، إلى أحمد، الأستاذ أحمد جودة الباحث في الشؤون السياسية. أستاذ أحمد، استمعتم إلى كلمة أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، ويعني تحدث بأنه لن نتخلف عن نصرة القدس والأقصى، وتحدث بأنه المقاومة أيضا هي تجهز ضربة كبيرة إذا لم يلتزم الاحتلال. كيف تابعت هذا هذه الكلمة سيد جودة؟ شوف صديقي، في البداية حتى المقاومة لما حاولت أنه تدخل ميدان المعركة في الدفاع عن القدس حددت ساعة، هي كانت الساعة السادسة للبدء في تراجع كنوع من أنه عملية ردع الاحتلال عن الاقتحامات في الأقصى أو عن حالات التهجير في الشيخ جراح، الأمر الذي من هذه البوابة دخلت إلى المعركة. هذه كانت نقطة مهمة حتى تكون يعني حتى تمنع محاولات الاحتلال من تقسيم الجبهات الفلسطينية أو عدم إشراك جميع الجبهات الفلسطينية. كانت هذه محاولة جيدة جدا، يعني في كمان يعني خلينا نقول في هذه في خطاب أبو عبيدة الأخير اللي حكى فيه إنه كنا نجهز لضربة كبيرة، هذه الضربة هي رسالة سياسية للاحتلال إنه ما هو متعارف عن ما قبل ساعات التهدئة الأخيرة، تزيد إسرائيل في قوة النيران وفي كثافة النيران. هذا الأمر أو هذه الرسالة تردعها بنوعا ما، تردعها من محاولات تكثيف نيرانها على الآمنين وعلى المدنيين وعلى استهداف البنية التحتية وعلى استهداف بيوت على استهداف الأبراج مثلا. هذه الرسالة باعتقادي هي رسالة سياسية قوية ستردع الاحتلال عن محاولاته في التغول في الساعات الأخيرة اللي هو المعروف عنها، يزيد في كثافة النيران، يزيد في استهداف المدنيين، يزيد في حدة النار من أجل أنه يحقق نصر أو يحقق أمر ما. فهذه الرسالة أو يحقق عملية اغتيال بالمناسبة، لأنه هذا شهدناه في حرب 2014 في الساعات الأخيرة للحرب، قام باغتيال قادة من حركة حماس. هذه الرسالة أعتقد هي رسالة قوية جدا، من شأنها أن تردع الاحتلال عن محاولة التغول علينا. دعني أعود إلى الجريء، إلى كفر كنا وأستاذ حسن أمارة الكاتب السياسي من جديد. أستاذ حسن، أيضا استمعتم إلى ما قاله أبو عبيدة الناطق العسكري باسم القسام، هذا كيف يردع الاحتلال بتقديرك؟ والمقاومة يعني ترسخ معادلات الردع بطبيعة الحال، هذا كيف يردع يعني كيان الاحتلال، قادة الاحتلال من اتخاذ أي خطوات، إن كان عدوان، استمرار العدوان أو ارتكاب أي شيء قبل الثانية فجرا، أو أي محاولة اغتيال متوقعة عمليا؟ واضح من الموافقة الكابينيت الإسرائيلي على وقف إطلاق النار أنه يريد هذا الإطلاق. فلهذا أعتقد أنه لن يبادر إلى أي خطوة ممكن أن تكون أن تكسر هذا الاتفاق أو أن يعمل ضربة جدا قاسية كما هو يريد، يحاول أن يبحث عن صورة نصر، أو كما يريد أن تكون أن تكسر الخطوط الحمر المعينة التي ممكن أن تلغي هذا الوقف. لهذا أعتقد أن إسرائيل سوف تتوقف عن القصف خلال الساعات القادمة، ربما تحاول هنا وهناك، ولكن لا أتوقع أن تقوم بقصف يمكن أن يؤدي إلى كسر هذا الاتفاق أو إلى إحداث كما هم يريدون أي تصور للنصر. هم خسروا المعركة باتجاهين، خسروا أولا المعركة العسكرية عمليا، لأنهم عمليا لن يستطيعوا القضاء على قدرات المقاومة في غزة، حاولوا عدة مرات بالسابق لم ينجحوا، وهذه المرة أيضا يعرفون أنهم لن ينجحوا. هذه النقطة. النقطة الثانية، النقطة اللي بمعنى الوعي، أن ترسخ وعي لدى الإسرائيلي بداخل الكيان أن غزة لا يمكن كسرها أبدا، لا يمكن، وعندما تقول تفعل،
هذه المقولة ترسخت الآن في أذهان الإسرائيليين، ونحن سمعنا باليوم الأخرين أصوات من داخل محللين على القنوات الإسرائيلية يقولون نعمل جولة وجولة وجولة وجولة، كل جولة هم يكونون أقوى من الجولة التي قبلها، ونخسر ونخسر وهكذا. عمليا أيضا الأزمة السياسية داخل إسرائيل وعدم تشكيل الحكومة وانتخابات متكررة ستمنع نتنياهو من مخاطرة بفتح إمكانية جولة أخرى على الأقل في هذه الفترة. أنا أعتقد أنه في هذه الفترة سيتم وقف إطلاق النار، ولكن طبعا سيبدأ طبعا الصراع السياسي على حول منطقات تماماً. إلى طب دعنا ننتقل إلى ضيفي أيضا من رام الله الصحفي أمير أبو عرام. أمير، بعدما استمعت إلى ما تحدث به أبو عبيدة الناطق العسكري باسم القسام وما أكد عليه نقاط كثيرة عمليا، كيف تبدو صورة الكيان الإسرائيلي في هذه الأثناء بتقديرك؟ نعم، يمكن الآن أن نقول بأن هذا خطاب النصر. أبو عبيدة خطابه واضحا خطاب النصر، وكما بدأت هذه الحرب بأن الكلمة كانت للمقاومة فإنها تنتهي هذه المرحلة وهذه الحرب بالكلمة واليد الطولة للمقاومة. هذا تهديد واضح ومباشر بأن المقاومة قوية حتى اللحظة الأخيرة ولن تركع ولن تخضع حتى الساعة الثانية فجرا. هذا خطاب قوي وخطاب نصر، وأعتقد بأن الاحتلال هو الخاسر على الجهتين، كلتا الجهتين. الآن هو يهدد، قبل نصف ساعة من الآن هدد وتواصل لهدم وأطلق صواريخ من طائرات الاستطلاع لهدم على ما يبدو عدد من المنازل في قطاع غزة. الآن سنرى إن كان هذا الاحتلال سيرد، سيستمر في قصفه لهذه المنازل، أم أنه سيخضع بعدما قال كلمته أبو عبيدة. إذا خضع الاحتلال فهذه هزيمة، وإن قصف فإن المقاومة سترد بشكل عنيف وستدخل أكثر من 2 مليون صهيوني إلى الملاجئ في هذه الليلة، عندما تحدثنا بأنه من حيفا إلى رامون، أي سيدخل الكيان بشكل كامل إلى الملاجئ هذه الليلة. وبالتالي هذا الخطاب كان خطاب انتصار، وبكلتا الحالات فالمقاومة أكدت انتصارها، وبما سيحدث خلال الساعات القادمة سنرى كيف ستكون الحالة. وكما بدأت أنت في بداية الحلقة عندما كنت تتحدث مع ضيفك من كفر كنة، اليوم أبو عبيدة له الكلمة أيضا لدى المستوطنين، هم يؤمنون بكلمته أكثر من الإعلام العبري. الإعلام العبري أثبت خلال هذه الجولة بأنه إعلام كاذب تماما، وأكبر دليل ما حصل اليوم عندما ضرب الباص القريب من غزة، قيل بأنه كان فارغا، ولكن الفيديو الذي جاء مساء أثبت بأنه كان بداخله أشخاص وكان يسير. وبالتالي المقاومة تسجل نصرا جديدا، وبهذا الخطاب الختامي هو نصر جديد ونصر معنوي وهزيمة جديدة لنتنياهو وحكومته. نعم، من غزة ضيفي أحمد جودة، يعني بالحديث النقطة الجوهرية التي تحدث بها أن قدرة المقاومة أو هي مجهزة لضربة صاروخية كبيرة من حيفا إلى رامون، هل هذا أيضا يكشف بأنه من جديد بأنه المقاومة قادرة على تغطية كامل التراب الفلسطيني مرة واحدة بالقذائف الصاروخية؟ بالطبع، طبعا في حال تجاوز الاحتلال الخطوط الحمراء، خلينا نحكي اللي هي وصلت للطرفين للمقاومة وللإسرائيلي، أنا تجاوزها سيحدث أمرا جللا مثل قصف جميع المستوطنات الصهيونية أو قصف جميع داخل المحتل. هذا الأمر بالنسبة للإسرائيلي سيشكل نوع من الهزيمة طبعا، اللي هي هو أصلا في كلتا الحالتين هو مهزوم، سواء قامت المقاومة بضرب الداخل المحتل أو لم تقم فهو مهزوم. إحنا بدنا بصراحة يعني في قطاع غزة
المعركة بدنا ننتقل يعني في ممكن في خلال ساعتين تكون دخلنا حيز وقف إطلاق صحيح. النار، لكن إحنا في عنا معركة وطنية، معركة سياسية، معركة شعبية هي في القدس وفي في في الضفة الغربية. مسألة قطاع غزة اصبح لها يعني كيف خلينا اصبح لها واقع غزة، واقع معين او واقع ثاني يختلف، ولكن الاشتباك سيبقى مفتوح بطبيعة الحال. بالضبط هاي أقصد أنه واقع قطاع غزة تحدده مثلا ضربات عسكرية أو الدخول في حرب. الآن تم بصراحة هي اللوحة يعني اللي أخذناه من هذه الجولة أنا كعصايد الشخصي هي اللوحة الوطنية التي تم تشكيلها في جميع الجبهات الفلسطينية في الداخل وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس وفي الشتات، أن الفلسطينيين بشكل ملتحم وبشكل موحد خرجوا للرفض انتهاكات الاحتلال وخرجوا لمواجهة الاحتلال. الآن في عندنا معركة سياسية متدحرجة في الضفة الغربية، عندنا معركة شعبية من أجل الاستيطان، من أجل الدفاع عن حي الشيخ جراح، ومن أجل الدفاع أو من أجل الدخول في معركة السيادة على القدس. هذه يجب أن تستمر، يجب أن بصراحة أن نحيد الخلافات الداخلية، أن نبرز الدور الوطني والدور الشعبي لهذه الجماهير. الجماهير كانت جدا قوية وجدا رائعة كما تماما. كل الشكر لك الباحث في الشؤون السياسية أحمد جودة، كنت معنا من غزة. شكر موصول أيضا إلى زميل الصحفي أمير أبو عرام من رام الله، والأستاذ حسن أمارة أيضا الكاتب السياسي كان معنا من كفر كنا. يعني شكرا لكم ضيوفي الكرام، وأيضا الشكر للزميل أحمد غانم يعني، والذي سيبقى معنا بطبيعة الحال في إطار هذه التغطية المفتوحة من فضائية الميادين. مشاهدينا الكرام، فلسطين الملحمة، التغطية مستمرة، فاصل ونواصل.